مرحبا. اهلين استاذ وسيم. شو شايفك لحالك؟ وين استاذ جميل؟ لسه 5 دقائق على الموعد. شلون السيناريو؟ ان شاء الله حافظه. حفظته بس ما عجبني كثير. وشو اللي ما عجبك فيه؟ لك يعني جامد، ما في حركه. شلون بدنا نحكي حكي عاطفي ونحن بمكان عام ورا طاوله؟ ما بيطلع كثير حلو. معك حق، بس للضروره في احكام. مثل ما شرحت لك، المشهد اللي بتكون تمثلوه هلا مرتبط بالمشهد اللي قبل منه وبالمشهد اللي بعد منه، يعني ما فيني اعدل عليه ابدا. كم يوم صار لك عم تستنيه وما اجى؟ منيك مفارقة معه، وعدته بغير قلة. حيط. اهلا مرحبا. شلون؟ تأخرت عليكم ما؟ اهلين، تأخرت 70 ثانية جميل. مو مشكلة، هلا لحقنا نترككم سوا تراجعوا المشهد سوا قبل ما نبدا تصوير. ماشي. ليش المصور والكاميرا وصلوا؟ من زمان. وينه؟ خبيناه ومشي العالم، بتعرفي إذا شافوا كاميرات ومصورين بصير عشقة ما بنعود نعرف نصور. معك حق، لازم يخبوه مشان ما يتجمعوا علينا العالم. عن إذنكم، أنا ما بتأخر، بدي إياكم تراجعوا المشهد وتنسجموا في آخر انسجام، بدي إياه كأنه حقيقي. ها؟ من جهتي أنا لا تاكل هم. وأنا رح أحاول. برافو. ها. حمصي؟ مين عم يحكي معي؟ مدامتو؟ مدام؟ الحقي جوزيك، يا بتلحقي يا ما بتلحقي. خير شو جميل؟ سوى حادث؟ على اي مشفر قلتو؟ جوزيك يا مدام عم يخونك، قاعد بكافتيريا العاشق والمعشوق، واذا مالك مصدقه تعي لهون وشوفي بعينك. مين حضرتك؟ انا فاعل خير. هذا فاعل شر مو فاعل خير. اكيد عم يخترع هالقصة مشان يوقع بيني وبين جوزي. ما انو عرفان انه جميل بيحبني وبحياته وما مالت عينه على غيري. بس شو مصلحته يوقع بيني وبين جوزي؟ اكيد فاعل الخير هذا مشبه على جوزي، شاف واحد بيشبهه قاعد مع وحده فكره هو. ايه بيقولوا بيخلق من الشبه 40. لروح شق على ام محمود شوف شو اخباره. أنا مستعدة أضحي بحياتي كلها كرمالك يا حبيبي. شش وطي صوتي. أنا مستعدة أضحي. أوطى. أوطى. ما بيصير، والدكتور قال لك انه لازم تضلي بالفرشه مشان ترتاحي لك كم يوم، لازم تدبسي تعليماته حبيبتي انت. ما بدي افتح لك الباب. كنت ابري قلبي ان شاء الله. شو هذا ام محمود؟ كل ما انه عم يطول اصبعك ليش بقى؟ جوزك قرط لي اياه. ايه محمود حبيبتي انت، من يوم ورايح تعطيني مفتاح الشقه مشان انا افتح الباب من غير ما اعذبك تكوني انت مرتاحه. هنا شو صار معكم؟ بشو ام محمود؟ لقيتوا لي اللي قلت لكم عليه؟ إيه ليش مضيعه شيء ام محمود؟ هنا لا تخجليني، لا تغشمي حالك، تعرفيني شو بقصد. فهمت عليك يا قطة انت يا ام محمود. كوتي 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 قصدك العريس ما هيك؟ لا تخجليني هنا، طول عمرك انت ذكية وبتلقطي على الطاير. اي طمني العريس موجود. مي ما بقدر اقول لك هلا ام محمود. لا انا قولي لي هذا قضيك بعدين ام محمود. هلا فرحي لي قلبي بركي بيطيب بسرعه. حكم بيقولوا البسط والانشراح بفيدوا للقلب. لا ام محمود ما رح اقول لك مين هو لحد ما طبق العريس على المظبوط. هلا ما طبقتي هنا. لا ام محمود مو هيك الموضوع، هو انا فاتحت العريس بالموضوع بس قال لي يا هنا لازم انا افكر ولازم يفكر حقه. رح يطول بالتفكير ان شاء الله. لا هو انا رح ضل زن 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 فوق راسه لحد ما يوافق ان شاء الله. هلا يو
يرضى عليكي لا تجيبي سيرة الملايين اللي عندي، قصدي المصاري اللي بعتهم أنا لخور فكان. ليش المحموم؟ ما بدي ياخذني على طمعة مشان مصاري. لكن مشان شو بده يتجوزك؟ يعني شو الأسباب؟ كفي على كرمي وأخلاقي وجمالي. أنا مستعدة أضحي بحياتي كلها كرمالك يا حبيبي. وأنا مستعد أضحي بحياتي كلها كرمالك يا حبيبتي. حبيبي جمولتي؟ حبيبتي أمل، حبيبتي. إيه هلا شو بدنا نسوي؟ خلينا نعمل بروفة تاني، نعيد من الأول، يلا. إيه ولي على قامتي صرنا عايدين أكثر من 5 مرات، طلعت من حلقي ومناخيري. لا ما فيها شيء، كل ما عدنا أكثر بيكون أحسن، أسهل وقت التصوير. يلا. أوكي. وين وصلنا قولي يلا. حبيبي جميل. حبيبتي أمل. وين ساري؟ صار دورك بالحوار. لا وين وين صح. حبيبتي ياسين. حبيبتي أمل. حبيبي جميل. يا قطع. تفضلي يا محمود تقبري قلبي، صار وقت الدواء. هاتي حبيبتي. أنا عمري أنا. صحتين ام محمود، ان شاء الله في العافيه. تقبريني انت. الله يعافيك هنا. اعطيني هنا حبه ثانيه مشان شو حبه ثانيه ام محمود؟ الدكتور قال حبه واحده، ما بيصير غير حبه واحده لك مشان طيب بسرعه. مشان مشان شو ام محمود؟ ما فهمت عليكي. مشان اي شو ام محمود؟ شو هذا مشان هنا؟ ما بقدر، لا تحرجيني، ما بقدر اولى بالمشرمحي بستحي. ومش بدك تستحي ام محمود، ما في حدا غريب بيناتنا، احكي لا تستحي. بس بقى حاجه صح صغير حاجه بدي اتجوز حر. انا شبكم فيني اخوات مرايشي؟ بس بقى بس استحوا. انا مشان العريس. ايوه فهمت عليكي ام محمود، بس كثره الدواء بتضرك ما بتنفعك. اذا بدك شيء ينفعك لازم تضلي في فرشتك، وانا مشان راحتك جبت لك تلفزيون لعندك والتليفون. امتى ما احتجتيني بترفعي السماعه وبدقي رقمي بتلاقيني انا هنا شباكي لبيكي على الاربعه جايركي لبين ايديكي. لك ام محمود لازم ترتاحي وما تعملي اي مجهود. لك لازم طيبي بسرعة مشان العريس. معك حق، لازم طيب بسرعة مشان العريس. هيك مشان العريس. حاجة تضحكوا يا جماعة، شو بدكم؟ زي الأولى. وقعد خرجك الله لا يقيمك. أنا قبل ما تروحي راح أعطيك مفتاح الشقة مشان وقت اللي بدك تفوتي ما أقوم أنا من الفرشة وأفتح لك وأتعذب. عرفتي؟ إيه أنا؟ إيه أم محمود، هذا أحسن حل. شبك جميل؟ أستاذ جميل لو سمحتي، نحن ما عم نمثل هلا. أنا آسفة اندمجت بالدور أستاذ. إيه لا بقى تندمجي، تعال هلا. لك شو صار معك؟ سويت مثل ما اتفقنا. إيه ما أجي. شو أنا مستغرب مثلها؟ أنت متأكد إنك حكيت معها؟ لك طبعا متأكد. فدلك قال لي ما أجي. بدي يكون صاير معها شي طارئ. مين عم تستنوه؟ عم نستنى الممثلة اللي بدها تكمل معكم المشهد. وبركي حضرة الممثلة ما شرفت، لأمتى بدنا نستناها؟ إذا حضرتها ما شرفت بروح على مستشفى المجانين. سلامتك من الجنان يا حبيبي. قلت لك حاجة بقى، اسمي أستاذ جميل، أنا ما عم تمثل. أنا آسفة أستاذ جميل. إيه والعمل يا حضرة الكاتب والمؤلف العظيم؟ شو بيعرفني؟ إذا بتحب بنستنى شوي، ما بتحب قوم لنمشي. لا شو نقوم نستنى؟ ما بصير هيك أستاذ. ممثل يجي قبل الموعد بنص ساعة وممثل يجي بعد الموعد بساعتين، هذا الحكي بنو ما بيصير. وإذا حضرة الممثلة تبعكم ما بدها تمثل، أنا بمثل الدورين بدالها. طولي بالك أنسة أمل، ما بدك للعصبية. الممثلة اللي عم نستناها هي بطلة العمل، وبتعرفي النجوم بيحبوا يتأخروا على الوقت، يعملوا لحالهم شوية برستيج يعني. شو قصدك يعني أنا ماني نجمة؟ عفوا مو هيك قصد، أنتي نجمة ونص وملتزمة ونصين كمان. دكتور منبه علي ما اتحرك من فرشتي انا مشان طيب بسرعه مشان
مشان العريس. لك هاش تتمخطري وتزلغتي انت وياها، مو هلا العرس. الظاهر انها نايمه، يلا خطيه خليها مرتاحه، بكره بننزل انا وياكي بنشق عليها. تعي يا عيني، شايفتلكم ما رح تجي. وانا هيك رايي كمان. شو يعني؟ يعني انا ما بقى فيني اقعد، انا اخذ اذن من مرتي ساعتين وصار لي هون اكثر من 3 ساعات، ابصر هلا شو بدها تعمل فيني. نيالك يا وسيم. لا تنسى ما توصل لانسه امل، تدفع الحساب كمان. وين رايح وتاركني؟ ما بقدر استنى ولا دقيقة. بعد لك 5 دقايق بس لنناقش ليش فشلت الخطة. بكره بيجي لعندك على المكتب ومنناقشها. سلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ جميل اشرح لي اياها، انا وياك بنناقشها وبنعرف ليش فشلت. شو هي؟ لك الخطة. انو خطة؟ يلي كنت عم تحكي انت والاستاذ وسيم عليها، ما بعرف شو هي. ايه قومي لوصلي. ما جاب لك عزوزة حمراء. قومي لوصلك. هذا الاستاذ. هي وصلني. حاجة تبكي انت التانية، مالو جاي. يا ترى ليش فشلت الخطة؟ معقول اللي ردت على وسيم ما تكون مرتي؟ كان مين بدها تكون؟ بجوز تكون رفيقتها وما حبت تخبر هنا مشان ما تخرب بيتها. معقولة؟ طيب معقولة يكون وسيم دايق النمرة غلط أو الخط علق على نمرة تانية؟ كمان معقولة؟ طيب معقولة تكون هنا ما عرفت محل الكافتيريا؟ كمان معقولة؟ طيب معقولة يكون صار لها شيء بالطريق وهي جاية على الكافتيريا؟ كمان معقولة؟ كلهم معقولين، بس لا سمح الله معقولة انه هالخبر اللي سمعته من وسيم ما هم ممنوع؟ ولي اذا معقولة. جميل، قصدي استاذ جميل، خدني مشوار بالسيارة. تعرف شو نسينا؟ شو نسينا؟ نسأل الاستاذ وسيم على برنامج بكرة، بدنا نعمل مشهد جديد ولا بدنا نعيد هذا المشهد؟ بكره بنساله. يا ريت نعيد مشهد اليوم، كان كتير كتير حلو. استاذ جميل خدني على قاسيون، عندي شغل بسوق العتيق. مساء الخير. اهلين جميل، اهلين حبيبي. في خط. ياه. شو على بالك انتي؟ شبك جميل؟ شبك حبيبي تعبان شي؟ ما في شي. شو رأيك جميل؟ اليوم نروح نسهر عند أهلك، صرنا زمان ما سهرنا عندهم. مش على بالي، منروح غير يوم. ايه، على راحتك. حدا اتصل فيي؟ لا. تذكري منيحة. أثناء وجودي بالبيت ما حدا اتصل فيك. ليش أنت طلعتي من البيت؟ ايه، رحت شقيت على أم محمود نص ساعة بس. جميل، أم محمود كان راح يطير عالة لما قلت لها لقيت لها العريس، بس ما كنت إلا مين هو، قلت لحالي لتوافق أنت بعدين أنا بالله. معناتها أكيد وسيم متصل لما كانت هي عند أم محمود. طيب مين رد عليه؟ طيب ليكون حدا من رفقاتك رادد على التليفون. لا حبيبي، ما حدا من رفقاتي إجا لعندي، بعدين كيف بدها تيجي رفيقة من رفقاتي لعندي وتركها وروح؟ مزبوط، معها حق. معناتها الدب وسيم أكيد متصل على أذنة تانية. الله يعطي عافية. طيب ما رن التليفون بغيابي ولا رني؟ لا حبيبي، ما بتذكر انه التليفون رن بغيابك ولا رني. طيب تذكري منيح، الله يرضى عليكي. انه ايه تذكرت، رن رني وحدي. مين اتصل؟ ما بيزعجك شغلة تافهة؟ لا استني هنا، استني، زعجيني بس قولي لي مين اتصل. ما بدي انضرب على قامتي، بس احكي لي مين اتصل. اتصل واحد مجنون، قال انه فاعل خير.
وشو بده هذا المجنون فاعل خير؟ قال انه شو؟ شو قال؟ لك انا عم بسالك انه شو؟ ايه تذكرت جميل، لحظه شوي علي. قال انه شافك انت ووحده بكافيتريا العاشق والمعشوق. بربك هذا مو مجنون عم يتقلب بعدكم حلم على العالم. يا زبطت. ايه وانت شو قلتي له؟ تذكر الخبوش شي بعد محمد اكيد عم يتشبه فيه جميل. الله بيخلق الشبه 40. انا هلا بركة طلع كلامه مزبوط. مش معقولة هيك تساويها؟ ما بتساويها. عم قول برقدان. لا برقدان ولا مرقدان. بعدين هذا اللي بيترك مرته بيروح بيقعد مع واحدة تانية بيكون ما بيحبها. وانت بتحبني جميل. ما بتحبني؟ بتحبني. خير الله. كثير بحبك انا. بموت عليكي.